بصراحة عجبني جدا واحد خلازيتش النهارده، بصراحة يعني عجبني. ما هو مفيش أي مشكلة لما تنتقد مدرب على مباراة عملها سيئة وتيجي الماتش اللي بعديه لما يحسن من نفسه ويشتغل على فرقته إنك تقول إن الراجل عمل شغل كويس النهارده. بدليل تغيرة عز الدين أوناحي سعادتك، البداية بعز الدين أوناحي مكان لعيب زي عمران لوزة فرقت جدا. يا باشا أنت بتتكلم على مان أوف ذا ماتش، أنت بتتكلم على جونين وأسيست، يعني أنت بتتكلم حرفيًا على نجم المباراة الأول، عز الدين أوناحي اللي أنت حطيته في التشكيلة الأساسية مكان عمران لوزة، والاستمرار بتاع طارق تسديوي وأيوب الكعبي إن هم اللي نهوا الماتش اللي فات إن هم يبدأوا النهارده، والله لو أعرف كده كنت هزقتك من كل ماتش والله، إن أنت هتيجي الماتش اللي بعديه وتقدم عظمة كده، لا 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 لا. النهارده برضو كانت خمسة تحت، كانت خمسة تحت، بس كان في زيادات بقى لأشرف حكيمي. وكان في زيادات لنص الملعب، كان في زيادات لسليم سليم ملاح، وكان في زيادات لعز الدين اوناحي. اوناحي اللي عمل تصويبه جميله جدا فتحت الجبن المنتخب المغربي على الرابع، خش يا معلم ودوس برجلك الاثنين في قطر واهلا وسهلا بيك. المنتخب المغربي بدا بدايه عظيمه جدا 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 بالهدف الاول بتاع عز الدين اوناحي. وبعد كده شفنا الهدف الثاني الجميل اللي جه في نهايه الشوط الاول، هي مش نهايه، هي جه في الاكسترا تايم بتاع الشوط الاول لان الاصابه بتاع ياسين بونو طولت المباراه، بشويه برود لطارق تسديوي. طارق تسديوي حطها حلوه قوي، اللي هو الله الله المغرب بتقدم عظمه بجد والله. المغرب النهارده قدمت مباراه عظيمه جدا. والشوط الثاني المغرب ما سكتش، لا سجلنا الثالث وسجلنا الرابع، اللي هو ايه يا عم وحيد خلزتش الجمال ده؟ ايه يا عم في ايه؟ يا الماتش اللي فات كان الملعب هو اللي سايق، خلاص الملعب راح وراحت ايامه المنيله وجينا للحاجات اللي بتفرح. انا مصري كنت زعلان على منتخب بلدي، بس بصراحه بحاول اطول الصفحه بفوز المنتخب المغربي على منتخب الكونغو، لان منتخب المغرب قدم اداء كويس واخواتنا المغاربه برضو يستحقوا الفرحه. للامانه الناس دي عانت كتير مع وحيد خلزتش الفتره الاخيره. علشان خاطر المنتخب المغربي يسكت، لا يسجل الهدف الثالث برضه بهدف جميل جدا عن طريق نجم المباراه عز الدين اوناحي. وهشرف حكيمي بينهيها بهدف رابع ولا اجمل ولا احلى ولا اروع من كده. وبصراحه برضه الهدف بتاع بن مانونجو كان جميل. الصراحه يعني والشهاده لله. هدف جميل بتاع بن مانونجو نهى بيه المباراه. التغييرات طبعا ياسين بونو نزل خرج ونزل مكانه منير الكاجوي، وسامي مايي نزل مكان جواد اليومك. اصابات كانت غريبه النهارده بالنسبه للمنتخب المغربي، بس قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله ما يكونش فيه اصابات كبيره. ويحيى عطيه الله نزل في الدقيقه 81 مكان ادم ماسينا، وسفيان بوفال مكان طارق تسديوي، وريان مايي مكان ايوب الكعبي. يعني يا باشا الراجل كسبان اربعه وكان مخلي سفيان بوفال جنبه على الدكه، اللي هو والله مبسوط لك، والله مبسوط لك وفرحان لك جدا باللي انت قدمته النهارده عم وحيد. رد قوي طبعا، رد قوي جدا. الوصول لكاس العالم حاجه مهمه، حاجه مهمه جدا جدا جدا. تقول لي ما كان ده المتوقع ان منتخب المغرب يكسب المنتخب الكونغولي اربعه او يكسبوا خمسه؟ متوقع متوقع، المهم ان المنتخب المغربي وصل كاس العالم للمره السادسه في تاريخه، لا اكثر ولا اقل. المهم ان اخواننا المغاربه هيفرحوا النهارده. المتوقع اقول مش متوقع ايه يعني؟ هو كان حد متوقع ان مقدونيا تكسر ايطاليا وتتغلب من البرتغال؟ فخلاص سيبونا نفرح بقى، ما تعكننهاش علينا وتقولوا ان المنتخب المغربي يكسب فرق ضعيفه، بس مش مهم. المهم ان المنتخب المغربي وصل كاس عالم. ان شاء الله موضوع الشخصيه والتغييرات بتاع وحيد خلزوتش ده يظبطها، بس في تغييرات لما بيعملها بترشق معاه. يعني عز الدين اوناحي النهارده لما غيره وبدا بيه اساسي نجم الماتش. ففي تغييرات كده بتعملها بتنجمك، وفي تغييرات تانية بتعملها بتبين ان انت ابيض من السن بعد غسيله. النهارده الحمد لله التغييرات كانت نجمت وحيد خلزتش، والحمد لله رب العالمين. ربنا اراد ان المنتخب المغربي يحجز تذكره لقطر 2022. الف مليار مبروك لاخواتنا المغاربه على الصعود لكاس العالم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك ونعمل شير كلنا وسبسكرايب عشان اخوك مصري ولسه محروق دم اهله من 120 دقيقه، يعني بيوم من ربنا.